تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، ختام هذه الحلقة نريد أن نجتمع وإياكم لنرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يرفع عنا هذا البلاء الشديد، أن يرفع عنا هذا الفيروس القاتل، هذا الكورونا الذي صار يهدد الحياة والأحياء في كل مكان. تعالوا بنا نناجي الرحمن ونتضرع إليه باسم من أسمائه الحسنى، وخصوصا اسم اللطيف. اسم اللطيف هو اسم مبارك، فيه رحمة وفيه شفقة وفيه رفق، والله سبحانه وتعالى إذا سمعه إلا ويجيب دعاء السائلين. فقد كان الصالحون تجري ألسنتهم كثيرا بهذا الاسم، يذكرون به ربهم، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وكانوا يستغيثون به كلما شعروا بمشقة أو شعروا بكرب أو بخطر مدلهم. يقولون يا ربنا إنك قدرت علينا أقدارا وقدرتك هي لا يردها إلا لطفك، فالطف بنا فيما جرت به المقادير. حتى الأنبياء والمرسلين كانوا في أشد ظروفهم التي مروا بها في أزمنتهم مع أقوامهم كانوا يستغيثون باسم اللطيف. سيدنا يوسف كان يقول إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. فلما قال هذا الكلام، كلمة اللطيف، الله تعالى أخرجه من الجب، الله تعالى أنجاه من الذئب، الله تعالى أنجاه من كيد زليخة امرأة العزيز، الله أنجاه من كيد كل الكائدين، وأورثه الله النجاة وملكه ملك مصر كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ببركة اسم اللطيف مكنا ليوسف في الأرض. فحتى المغاربة لما كانوا في مواجهة الاستعمار الفرنسي آنذاك قاموا بحملات في المساجد لقراءة اللطيف، وكانوا يرددون اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابير. هذا النص اللطيف الذي كان تردده الحركة الوطنية إبان الاستعمار الفرنسي، فقام الناس ذكور وإناث ورجال ونساء وعلماء وأئمة وفقهاء وذاكرين وصالحين رددوا اسم اللطيف حتى لا يتم التفريق بين المغاربة، بين الجنس العربي والجنس الأمازيغي. كانوا يقولون اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابير. وسرى هكذا الصالحون كلما كانت هناك أزمة أو شدة إلا ورددوا اللطيف. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نرفع أكف الضراعة إلى المولى ونردد اسم اللطيف، لعل الله تعالى يفرج عنا وعنكم أجمعين. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اجعل أفضل الصلوات وأنمى البركات وأزكى التحيات في جميع الأوقات على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد أكمل أهل الأرض والسماوات، وسلم عليه يا ربنا أزكى التحيات
في جميع الخطرات واللحظات. يا الله يا الله، اللهم إنا تبرأنا من حولنا ومن قوتنا، وأيقنا بحولك وقوتك، فأرنا يا مولانا عجائب لطفك، وأرنا يا خالقنا غرائب حكمتك. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. نسألك اللهم التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. يا الله يا الله، اللهم إنك قلت وقولك الحق، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا لطيف يا خبير يا حافظ، اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادر، اللهم الطف بنا فإنك بنا بصير، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، وخذ بأيدينا فإنك على كل شيء قدير. اللهم يا من العسير عليه يسير، نشكو إليك ما لا يخفى عليك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا من كل هم فرجا، اجعل لنا من كل شدة مخرجا. يا الله يا الله، يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي، يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي. اللهم لا فرج إلا فرجك، اللهم لا لطف إلا لطفك، فرج عنا يا مولانا كل هم وغم وكرب. يا الله يا الله يا الله، أنت أقرب من كل قريب، وأكرم من كل كريم، وأجود من كل جواد، وأحفظ من كل حفيظ. يا الله يا الله، ارفع عنا هذه المحنة والبلية، وادفعها بيدك القوية، ارفع عنا هذه المحنة والبلية، وادفع عنا بيدك القوية. يا الله يا الله يا الله، نسألك اللهم بحق اسمك اللطيف
أن تسخر لنا أطيب خلقك ومن الأسباب دائما ما تقضي به حوائجنا وتدفع به عنا خصومنا وتنجينا يا ربنا من كل خطر. يا الله نجنا من كل وباء، نجنا من كل بلاء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحق قولك، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا الله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا الله والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يا الله يا الله بحق قولك فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. يا عفو يا غفور يا حنان يا منان، اللهم آمن روعاتنا وفرج كربنا وتجاوز عن زلاتنا وارحم حالاتنا واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك وسدت الطرق إلا إليك. يا الله يا بصير يا سميع يا قريب يا مجيب، اغفر لنا وارحمنا ويسر لنا وسخر لنا. يا الله يا الله يا مسخر السماوات السبع والأراضين ومن فيهن، اللهم الطف بنا، إنا نستجير بك فأجرنا ونستنصرك فانصرنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا من تعلم ما تكن الصدور، يا من اسمه العزيز الغفور، نسألك بحق الطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور أن تلطف بنا في كل أمر مقدور، ألطف بنا في كل أمر مقدور. يا عزيز يا غفور يا من إليه تسير الأمور، يا الله يا الله يا الله، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله، اللهم شافنا وعافنا، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، ادفع عنا هذا الوباء، اللهم احفظنا من الغلاء، اللهم وحد شملنا ووحد كلمتنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وبدل همنا إلى فرج، اللهم بدل همنا إلى فرج. لا تكلنا يا الله إلى أنفسنا طرفة عين، واجعلنا يا مولانا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. يا الله يا لطيف يا كريم، اللهم بحق قولك لقد جاءكم رسول
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.